انتحارات مباحث حصلته في 3 أسامي. انتحاريات انا بقى حددت الاسم الوحيد اللي ممكن قوي يكون عملها. اسمه ايه بقى؟ اسمه سمحت. اسمه يا سيدي اسمه لؤي الشريف ابن تاجر الماس كبير. مش مهم ابن مين؟ لأم انت متأكد؟ اقصى عليك خميس، انت بتشك في امكانياتي. ده انا طلع عن اهلي كمان لغايه ما وصلت له، بس ما رضيتش اعمل معاه اي حاجه الا ما تقول لي الاول انت عايزني اعمل معاه ايه. انت كده يا متر مهمتك انتهت. الاسم والعنوان مكتوبين في الورقه دي. بس الواد ده اهله تقال يا خميس وانت لسه يا متر. انت تجيب المعلومات وتهرب اتعب. خميس انا خايف عليه. القانون صحيح له ثغرات اللي زي بياكلوا عيش من وراها، بس كمان له انياب لو قفشت في لحمك ما تطلعش الا بالدم وانت مجرب. وبعدين فوت من الحمد لله بقت كويسه، يعني ملوش لزوم العوق. يا سلام خميس. كلامك كتر قوي يا مطر. البني ادم مننا لما كلامه بيكتر غلطه بيكتر. انا ما قلتش حاجه يا معلم، انا بس كنت بسال. هتفضل حابس البت كده كتير؟ انت مالك؟ الله، حاشره نفسك في حاجه زي دي ليه؟ اصل اكتشفت ان حالها من حالي. انت حابسني في جوازه ابنك عشان خايفه اقرب كلمه كده ولا كده، وحابسها برضو وانت عارف انها جاسوس. فترة كلمه زياده وحنسى انك مرات ابني. تنسى؟ ما نسيت من زمان يا معلم واللي كان كان. انا بس عايزه اقول لك كلمتين اتنين مفيش غيرهم. سيب البت في حالها وانا كفيله اخليها تقفل بقها. يا سلام، قلبك عليها قوي كده. بصراحه البت صعبانه عليا وغلبانه، وبصراحه كده مستغرباك. مستغرباني ليه بقى ان شاء الله؟ يعني منين حابسها الحبسه دي ومنين عايز تتجوزها؟ انا مش فاهم انتوا مالكم ومالي، حاشرين مناخيركم في سكتي ليه؟ اتجوز ما اتجوزش كله بكيفي انا، مش بكيفكم انتوا. انا عارفه ان البت عاجباك وداخله دماغك، بس انا كمان ست وافهم في النسوان، والبت سوريا دي زي الوبور العمران، ان ضغطت عليه شويه يفرع في وشك. وده عيب النسوان. بس اطمني يا اختي، انا اعرف كويس قوي امتى افضي الوبور. ماشي، غالي والطلب رخيص يا فندينا. لعلمك انا اقدر اخلي اي عيل من عندي يعملها، انما انا احب ادي العيش لخبازه عشان الشغل يطلع نضيف نضيف. يطلع ايه؟ نضيف نضيف ويتوب علينا ربنا. دين انت بس الدادة الايه؟ المعلومات يعني. لا لا، قول لي الاولانيه. الدادة الدادة. دادة يا واد انت الدادة بحبك. حلاوتك يا فندينا. ما جاش يا حلو. فاكر يا ده لما كنت بتسرق يا ده تبني من عندنا وتاكله انت؟ ساعتها البيمة زعلت. انت مالك انت ملحنة المكاتب؟ انت مالك؟ انا عليا ليك وسيب الباقي عليا. ماشي، خد يا سيدي الدادة بتاعتك، ارضع منها براحتك. ما جاش؟ هو انا كده تعبتك قل؟ لا 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 لا، تعبك روح. المرة دي اتعب لك، المرة الجاية تسندني في الانتخابات. ماشي، يوم الانتخابات هتلاقيني واقف في ظهرك. والبضاعة يا فندينا. أول قطفة من اللي جاي باسمك يا مري. حلاوتك حلاوتك يا فندينا، دي أخلاق المعلمين وإلا فانا. ولا على رأي المثل. إيه؟ لا يأسم على الحياة. ولا حياة لمن تنادي. يعني ولا حاجة. أنت خشش المجلس تعمل إيه؟ ده إحنا هنشوف أيام سودة. Thank you.
عاملة ايه يا عروسة؟ ايه؟ فهمت. يا معلم تعتقني لوجه الله، انا خلاص طبت مش هعمل كده تاني. معلش كان لازم احميكي من نفسك، لا الشيطان يرجع يوزك ويلعب بعقلك تاني وتهجي وتروح لاخواننا البعض. خلاص يا معلم طبت والله، انا من ايدك دي لايدك دي. يعني خلاص عيدنا وعرفنا ان الله حق. خلاص يا معلم والله ما هعمل كده تاني، انت حتى لو طلبت مني اولع في نفسي واستيوب هعمل كده، بس خرجني من هنا والنبي. مطرة. نعم يا معلم. فكيها وخديها نظفيها ورفضي تراب الكركبة دي من عليها ورجعيها بني آدمة من تاني. شفتي إن أنا أحن عليكي من الحكومة؟ ومش كده وبس يا مطرة، انزلي كمان اشتري لوازم الفرح، أنا عاوزة عروسة على الفرازة، ولو قدرت تفرديها شوية فرديها. ماشي يا معلم. هزيتي يا اختي وعديتي ها؟ بيحولوا يا اختي بالجلابية على الفحم والشيشة. ايوه بقى؟ تكنينة موكوسة. أي في عينك. لا ما ينفعش يا علي، ما ينفعش نقرب منها أكتر من كده، لأن لو قربنا منها أكتر يبقى بنأكد علاقتها بينا وهنضحك علينا نوح أكتر وأكتر كمان. أمال هنسيبها بعد كل اللي عملناه معاها ده؟ ما البت دي مش سهلة خالص يا علي، البت دي بتاعت فلوس، واضح إن النوح معكمها كويس قوي عشان ما تقولش على أي حاجة شافتها. نجيبها بالغصب ونربيها لحد ما تقر. هتجيبها هتقولك على كل حاجة، وأول ما تسيبك وتروح للنوح هتقول له برضو على كل حاجة. بنت دي بتلعب على الونجين، ما يهمهاش غير الفلوس وبس. والعمل ياسر بيه، احنا كده بنبعد عن النوح وخميس وسايبين لهم الطريق يبرطعوا فيه زي ما هم عايزين. في حاجة علي احنا ما فكرناش فيها. حاجة ايه يا باشا؟ حريم الرجالة دول. حريمهم؟ مش فاهم. هقول لك. ضاوية، كرامة، مطرة، شوق، سوريا، حريم الرجال.